تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أرحب بفريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة، الأخ محمد عمر، والإعداد يوسف سعد، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم من أمام الميكروفون عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا، نرحب بملاحظاتكم، ونرحب باقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، مع بداية الأسبوع اليوم الأحد، أتمنى لكم إن شاء الله يوم موفق وسعيد بإذن الله. وناخذ فقرتنا الأولى مستمعينا الأعزاء مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي والسوشيال ميديا. صبحك الله بالخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك. نحن بس ناخذ أول شيء قائمة الترندز الموجودة في العالم، وهو COVID_19، وتقريبا في أكثر من 200 ألف تغريدة في هذا الوسم. طبعا الأحوال، يعني الجائحة هي عالمية، وعسد شي دائما الأوسمة لها علاقة بفيروس كورونا المستجد هو دائما في التوب ترند على مستوى العالم. نعم. نحن وصلتنا أخوي عبد الله، يعني مثل ملاحظة أو استفسار، أن بعض الأشخاص يعني يسألون هل ممكن نروح مثلا العزائم الصغيرة أو مثل ما يسمونهم الجمعات، حتى لو أن كل الأشخاص كانوا يعني عدد تقريبا ما 20. نحن ننصح أن يعني، وهذا مو بس نصيحة، هاي القوانين الموجودة، أن عدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية أو اشتراء المستلزمات الأساسية للبيت. فيعني الكلام يعني القانون وايد واضح. نعم. فنحن نتمنى من الجميع أن يعني يلتزمون، لأن جزء كبير من تعدي ونحن نعدي هاي المرحلة يعني بإيجابية هي أن بالتزام الجميع، لأن هذا العمل المشترك بين جميع القطاعات والمجتمع. صحيح. كثير ما كانوا هم ملتزمين، كل ما خلصنا الموضوع أسرع. نعم. نحن نتمنى من الجميع الالتزام بالإرشادات والقوانين أو الإجراءات اللي يتم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية، وأيضا الإعلانات أو التعاميم الرسمية. نعم. أيضا نأخذ بعض الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. دائما نحن أيضا تصلنا بعض الاستفسارات، إذا كانت الحالة إيجابية، إذا كانت الحالة إيجابية نحن حطينا مثل نشرة كاملة بالتفصيل إذا كانت الحالة إيجابية. بعض الاستفسارات كانت تقول هل هي فقط الحالات الصعبة، نقول لا، الجميع يعني راح يتم التواصل معهم، لكن إذا كان شخص تعبان 100% لازم يتصل بالإسعاف. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا مركزين عليها، كيف إن الإنسان ممكن يزيد في من مناعته وهو موجود في البيت، بعض النصائح المهمة. فنتمنى من الجميع أن يتابعون قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي والهيئات الصحية الثانية، لأن نحن دائما نحط النصائح بشكل مستمر عشانهم وعشان صحتهم، ودمتم بصحة وسعادة. أستاذة أسماء الجناحي، دمتي بصحة وسعادة، وشكرا لك وشكرا للمعلومات القيمة. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي، بأن
وجود الناس في البيت هذا أمر ضروري جدا، عدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية. ومستمعين الأعزاء مثل ما تعرفون يعني وجودكم في البيت هو يعني سبب نجاح ودعم كبير لفرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة لصحتكم وسلامتكم. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون أيضا مهمة وحيوية، وبنتحدث عن أهمية وجبة الإفطار، ولكن بناخذ فاصل، خلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. وأرحب بكل من أنضم إلينا، وأيضا أذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء معنا على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، مثل ما لاحظتوا بأن نحن خلال الفترة هاي مركزين كثير على موضوع تقوية المناعة والجهاز المناعي في الجسم، وتحدثنا عن مواضيع مختلفة بهذا الموضوع، وأيضا تكلمنا عن الأغذية اللي ترفع المناعة، وأيضا العوامل اللي ترفع المناعة، وأيضا العوامل اللي تنزل أو تنقص مناعة الجسم. حديثنا اليوم بيكون عن أهمية وجبة الإفطار، ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن الوجبات مهمة للإنسان، ولكن وجبة الإفطار لها خصوصية ولها أهمية كبيرة، تقوي جهاز المناعة في الجسم وتقلل نسبة الكوليسترول، وأيضا تحسن من عمل الذاكرة والدماغ. ولكن بتكلمنا أكثر أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهى نوفل عن أهمية وجبة الإفطار. وصبحت الله بالخير أستاذة سهى نوفل. السرور، الله يعطيك العافية أخ عبد الله على المقدمة الجميلة. الله يسلمك. الله يسلمك، الله يسعدك يا رب. طبعا زي ما احنا عارفين في ظل هاي الظروف اللي احنا بنعيشها في هذه الفترة، نعم، مع الأسف انه كثير من الناس خاصة اللي مع الحجر المنزلي، او خلينا نحكي مش الحجر المنزلي، خلينا نحكي الجلوس في المنزل لفترات طويلة، والعمل عن بعد، وحتى الدراسة عن بعد، هاي خلت كثير من الناس تعمل بعض الممارسات الخاطئة اللي فيما بعد بتنعكس على تغذيتهم وعلى عاداتهم الغذائية، وبالنهاية برضو كله بينعكس على الجهاز المناعي. لو حكينا أهم هاي العادات المنتشرة في هاي الظروف اللي بتأثر على عاداتنا الغذائية، هي عندي السهر. كثير من الناس بيعتبروا حالهم الآن في إجازة، عندهم السهر لساعات متأخرة من الليل، وزي ما احنا عارفين وكثير كررناها انه السهر من العوامل اللي بتأثر على الجهاز المناعي وبتقلل من المناعة. هلا لو حكيت انا في السهر هذا، هل له تأثير على وجبة الإفطار؟ نعم، له تأثير على وجبة الإفطار، لانه لما انت عم تسهر فترات متأخرة من الليل، لما تيجي تصحى صباحا، سواء حتى لو بدك تباشر عملك عن بعد، او حتى طلاب اللي عم بدرسوا عن بعد وبيصحوا على البث المباشر من الساعة 8 لازم يكونوا مقابل الأجهزة، ما عم تتناول وجبة الإفطار. يبقى السهر هذا عندي أثر على المناعة من ناحية أنك أنت ظليت فترة طويلة صاحي، فالجهاز العصبي تعب، انعكس على الجهاز المناعي. التأثير الثاني أنه لما أنا صحيت عملت سكيب أو تخطيت وجبة الإفطار، وإحنا عارفين وجبة الإفطار جدا مهمة في رفع الجهاز، في رفع المناعة للإنسان، سواء أطفال، أمهات حوامل، الناس اللي بدها تشتغل، لو صرت كل هذا الحكي فيما بعد حيأثر لي على جهاز المناعي. وإحنا بنسعى بكافة الوسائل ومن شتى الطرق إنه نزيد من المناعة في هاي الظروف اللي إحنا نمر فيها. نعم، أيضا أستاذة سهى مثل ما تفضلتي بأن السهر ليس يعني وحده الخطأ أو الخطير في الموضوع، ولكنه يعني تواجد الأكلات اللي فيها نسبة الدهون ونسبة السكريات، ومثل ما ذكرنا نحن في الحلقات السابقة بأن الأكلات اللي فيها نسبة الدهون مرتفعة، والأكلات اللي فيها نسبة السكريات والحلويات تقلل من المناعة في الجسم، المناعة خاصة السكر الأبيض طبعا، أو الموالح الزايدة، هذه كلها فيما بعد بتأثر. السهر زي ما حضرتك تفضلت، السهر بترتب على انك حتتناول فيه، ما في حدا بيسهر بدون ما يتناول اي طعام، فبتكثر في هاي الاشياء.
كله هذا في النهاية بيأثر عندي على جهازي المناعي. هلا لو احنا اتفقنا لأهمية وجبة الإفطار، الطلاب لو حكيت أنا على طلاب المدارس، هلا ما في حد بضل بيصحى متأخر من الطلاب، الطلاب كله لازم يكون صاحي بكير، بس لما عم بيصحى بكير بيصحى مباشرة. احنا عندنا أولاد وشايفين اللي بيسهر واللي ما بيسهر، اللي بيسهر بيصحى مباشرة بيفتح الجهاز، لكن بعد ما يبلش الأستاذ أو المدرسة تشرح الحصة الأولى والحصة الثانية ببطل عنده قدرة على التركيز نهائيا. التعليم عن بعد احنا اللي ملاحظينه بده تركيز لسه، انا بالنسبه لي اعتبر زياده عن الحضور المدرسي، لانه بده يكون الطالب ماسك الورقه ويسجل كل الملاحظات اللي عم يحكيها الاستاذ عشان يفهم الدرس اكثر. فاذا انا ما اعطيت لطفلي او للطالب اللي عندي حتى لو كان طالب جامعه ما اخذ وجبه الافطار تكون صحيه وصاحي من بكير يتناولها بهدوء، ما حيكون عنده القدره على التركيز، لانه وجبه الافطار جدا مهمه في الحفاظ على التركيز. لما عم بينام الإنسان بينزل عنده نسبة السكر، والسكر هو مصدر الطاقة الأساسي للدماغ والجهاز العصبي. نعم. فأنا لازم أصحى أتناول وجبة صحية فيها مجموعة من المجموعات الغذائية عشان أستطيع فيما بعد إني يكون عندي قدرة على التركيز والتحصيل الدراسي والتحصيل العلمي. صحيح. فهاي الوجبة مهمة جدا جدا بالنسبة إلي كطلاب، خاصة في هاي الفترة أكثر لسه من الفترات السابقة. نعم. معروف أنه وجبة الإفطار جدا مهمة في الحفاظ على مستوى الأنسولين في الدم، فإذا أنا هون برضو بتطرق للناس اللي عندها سكري، لما بتناول وجبة الإفطار بانتظام يبقى السكر حيظل منتظم طوال فترة النهار. وجبة الإفطار جدا مهمة زي ما حضرتك تطرقت برضو في المحافظة على نسبة الدهون في الجسم، على الاحتراق في الجسم، الجسم يبلش عندي في عمليات الاحتراق بشكل منظم. صحيح. وهذه بالتالي بتنعكس على الوزن كنساء، خاصة في هذا الحجر الصحي والجلوس في المنزل فترات طويلة وعدم الخروج برا، الأغلب النساء عم بتخاف من زيادة الوزن. أنت إذا ما درتي بالك وكنت حريصة من البداية على أنك تتناول وجباتك بانتظام وتبدأيها بوجبة الإفطار اللي جدا مهمة في توزيع الطاقة خلال اليوم وتنظيم عمليات الاحتراق، أنت حيصير عندك زيادة الوزن. خلي أمورنا منظمة من البداية، نحرص جدا على العادات الغذائية الصحية اللي بتخص، خاصة هلأ إحنا موضوعنا اليوم عن وجبة الإفطار. تناول وجبتك الإفطار تكون الوجبة منوعة، هلأ نحكي إحنا عن مكوناتها، هذا كله بالآخر سينعكس على الاحتراق وبالتالي حينعكس عندنا على الوزن. وجبة الإفطار مهم جدا زي ما حكينا، ليش مهم نصحى بكير؟ عشان يتناولها الشخص بهدوء، ما يتناولها بسرعة بسرعة وبالتالي ياخذ أي شيء جاهز، عصير محلى وخلص يحكي أنا أفطرت، ياخذ قطعة شوكولاتة ولا قطعة بسكوت وينهي الموضوع. لا، وجبة الإفطار مهم جدا تحتوي على المجموعات الغذائية الأساسية. صحيح. أهم الأمور اللي تحتويها عندنا مجموعة النشويات، النشويات خاصة الحبوب الكاملة، سواء كان شوفان، سواء كان حبوب الإفطار المدعمة، خبز النخالة، لأن هذه الأشياء فيها فيتامينات، فيها فيتامين دي، فيها الأشياء المدعمة برضو، هاي بالتالي حتزيد من المناعة. إحنا كله بالآخر عم بنصفي المناعة حتى تزيد عندي من وتقوي عندي من جهاز المناعة. صحيح. إذا تحتوي النشويات، تحتوي على أي نوع من البروتينات. إحنا دائما حتى المرضى اللي بيصابوا بالفيروس في هاي الفترة نظامهم الغذائي يتركز على عالي الطاقة وعالي البروتين. نعم. البروتين جدا مهم عندي. صحيح. البروتين مثل إيش؟ بيض، جبنة، ممكن بقوليات زي الفول، هاي فيها فيتامينات وفيها معادن بتعزز وبتقوي عندي من جهاز المناعة، بحيث حتى نفس الجهاز المناعة ما يكون جهاز مناعي نحكي ركيك، لا هو نفسه قوي الجهاز. مهم جدا تحتوي على مجموعة من الألبان، سواء حليب، روب، بالفواكه، أي نوع حسب الطفل أو حسب الشخص ما بيفضل. تحتوي على بعض الفواكه والخضروات، يعني مثلا بدي أشتي كيف بدي أتناول من الصبح خضروات أو فواكه، إذا أخذ الإنسان وجبة الإفطار على شكل ساندويتش ممكن هي نفسها هاي الساندويتش يكون فيها قطع من الخضار أو جنبها، إذا أخذها على شكل حبوب كاملة ممكن يكون فيها قطع من الفواكه المجففة، حتى لو ما اشتريتيها أنت فيها حطي فيها لوز، خاصة الأطفال اللوز الجوز جدا مهم للمناعة وجدا مهم للتركيز وللذاكرة. نعم. فأنا بدي أكثر من شغلة من وجبة الفطور، بدي مناعة، بدي تركيز، بدي ذاكرة، بدي حيوية نشاط، ها
هتدعمني على طول اليوم. صحيح. من وصف ما تحرص عليها. نعم أستاذة سهى نوفل، أنا أدري أن هناك الكثير أيضا عندك من المعلومات اللي تخص عن موضوع أهمية وجبة الإفطار، ولكن للأسف الوقت شوي ضيق معنا. بناخذ إن شاء الله مرة ثانية الموضوع معك، وبنركز أيضا على تفاصيل الموضوع. الأستاذة سهى نوفل، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك جزيلا. مع السلامة، وأتمنى الصحة والعافية إن شاء الله للجميع. الله يحييك، شكرا أختي، شكرا، ما قصرتي. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن الكورونا فيروس وإرشادات وقائية مهمة في المنزل، وبتكون معنا الدكتورة ندى الملا، مدير مركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي. ولكن بناخذ فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في البرنامج، برنامج صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، حديث الساعة في العالم كلها الآن عن الكورونا فيروس أو المعروف باسم كوفيد-19. طبعا الوقاية منه والوقاية دائما هو خير العلاج. طبعا هيئة الصحة بدبي لديها نهج دائما اتجاه جميع الأعراض، حيث جميع الأمراض عفوا، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية، أساسها الوقاية، وهي تعمل طبعا دائما وبشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية المتصلة بالكورونا فيروس، حيث تتخذ هيئة الصحة بدبي ضمن التوجيهات، توجيهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا، طبعا جميع التدابير في هذا الموضوع. حديثنا مستمعينا الأعزاء اليوم عن سبل الوقاية الصحية داخل المنزل، وتحدثنا عن هذا الموضوع الدكتورة ندى الملا، مدير مركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ندى، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الورد، صباح الأحد اللي يحبك الأحد، أخوي عبد الله. الله يحييك دكتورة. طبعا مستمعينا الأعزاء، أنتم تعرفون أن كانت الدكتورة ندى تقدم البرنامج، ولكن بسبب يعني حاجة العمل ووجودها مع فرق العمل اللي موجودة واللي تشتغل 24 ساعة للحد من انتشار الكورونا فيروس، والعمل مع يعني في موضوع علاج الناس، الوقاية والتثقيف، فكل الشكر والتقدير لك دكتورة، واتمنى ان شاء الله ان احنا نتخلص من هذا الموضوع وترجعين ان شاء الله بالسلامة لتقديم البرنامج. ان شاء الله ان شاء الله. الشكر لكل الفرق اللي تشتغل، ما شاء الله في اكثر من فريق يشتغل على خط الدفاع الاول، وان شاء الله الشكر موصول لهم، ما بنطري اسماء لان ما شاء الله وايد في فرق مختلفه، بس نعم. كل حد يسهم في حمايه الناس من فيروس كورونا المتجدد، الف شكر له ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك دكتوره. دكتوره، ناخذ نبذه تعريفيه عن اهميه وقيمه البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات وبالاجراءات الاحترازيه والوقائيه الصادره في هذا الموضوع. طبعا الدولة ما شاء الله، دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدة تاخذ كل الإجراءات الاحترازية، حتى احنا نعتبر شوي متقدمين عن بعض من الدول في إجراءاتنا الاحترازية والوقائية اللي قاعدين ناخذها لوقاية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المتجدد. نعم. أوامر الحكومة وتعليماتها بالبقاء في المنزل وعدم الخروج، إلا كان تدريجي، أول شيء كان من 8 في الليل ل 6 الصبح، والحين صار على مدار الساعة للتعقيم الوطني. لازم يكون عند الناس وعي كافي ان هذه الاجراءات هي اللي راح تساعدنا عشان نتخلص من هذه الفتره الصعبه اللي تخلينا مره بنطلع مره بنسير دواماتنا، مدارس مسكره وغيرها. القصد من هذا الاجراء طبعا هو تقليل اول شيء انتشار الفيروس بين الناس. الناس كانت تسال دائما تقول انت لما احنا قعدنا في البيت شو كيف قللنا من انتشار الفيروس؟ كانت المشكله دائما اخوي عبد الله في انتشار الفيروس انه لو شخص مصاب بالفيروس وطلع
ركب باص أو نزل محطة، شرب كوفي، نعم دخل سوبر ماركت، طلع عقب طلع موجب. لما احنا كنا نسأله من الناس اللي خالطهم، يعطيك الناس اللي ساكنين معاه في البيت والناس اللي قاعد معاهم في الدوام، بس ما يقدر يحصل الناس ما بين هالمكانين، ما بين بيته لدوامه، اللي كان معاه في الباص، اللي كان معاه في المحطة، اللي كان معاه في الكوفي شوب. صعب الحصر، ما صعب نحصل هالفئة. فكان تطلع بعدين حالات من هني ومن هناك، فما تعرف هو خالط مين. لما قلنا الناس اقعدوا في البيت، صار تعقيم وطني للدولة كلها قاعدة تتعقم ما شاء الله، صار ما في فرصة ان هذه الاشخاص يخالطون اشخاص ثانيين ويضيعون عقب فترة يطلع فيهم الفيروس او تطلع عليهم الاعراض. نعم. فمهم جدا يا جماعة، واخوي عبد الله، كله يعتمد على نظرتنا للامور. انا اشوف قعدتي في البيت هل هو شيء سلبي او شيء ايجابي؟ لان الناس للاسف بعض البعض قاعد يركز انه والله ملل وقاعدين في البيت، وين نسير وكل مكان مسكر. خلي نفكر فين هي نعمة. الحمد لله احنا قاعدين في بيوتنا، الحكومة مو مقصرة معانا، قاعدين في بيوت فيها مكيف، فيها تلفزيون، فيها ادوات الترفيه، توصلنا اغراضنا للبيت، بغينا اي شيء عيالنا حوالينا، عمل من البيت، اقدر اقضي وقت اكثر مع عيالي في البيت، وفي نفس الوقت احمي صحتي وصحه عيالي. شو الفائده ان اسير عمل وبعد كم من يوم لا سمح الله اكتشف زميل في العمل يكون عنده فيروس كورونا مستجد، وادخل في الدوامه هذه؟ توفير العمل من المنزل لهالناس والتزامهم بهالشيء مفيد جدا 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 لكم. العمل من المنزل في وايد دراسات بينت ان انتاجيه الموظف تزيد، وغير هذا العامل النفسي عندي يكون افضل. وما ننسى العامل النفسي في موضوع كورونا المستجد، الناس دائما تركز على لازم البس كمام، لازم اغسل ايدي، لازم اخالط فلان، لازم اترك متر، بس تنسى العامل النفسي والعامل النفسي اللي وايد تكلم فيه من قبل. لان احنا اعضاء جسمنا تشتغل على رسالات تطلع من الدماغ. لما احنا نعيش في حاله توتر وقلق وخوف، القلق التوتر القلق العادي شيء طبيعي طبعا، يكون عندي خوف من الاخبار اللي اسمعها او من الاعداد اللي تطلع او من غيره، لكن لما يوصل يسوي توتر يسيطر على عقلي طول الوقت، هذه عباره عن رسائل توصل للدماغ، الدماغ يترجمها كحاله من التوتر، كحاله من الخوف، يخلي الجسم في حاله تاهب، ينهك الجسم، بالتالي يأثر حتى على مناعتنا على المدى الطويل، يسوي جسمنا منهك، ما يقدر يقاوم الفيروس بنفس الطريقة العادية. فإحنا في وسط الظروف نقول للناس فكروا دائما بطريقة إيجابية، هذه الإرشادات من الحكومة، نقعد في البيت وما نطلع وتسكير الأماكن، نظر بطريقة إيجابية، قضاء وقت أكثر مع العائلة، حماية صحتنا وصحة أحبائنا في المنزل، أستغل هذا الوقت بشيء إيجابي، أفكر فيه بنظرة إيجابية، ممكن أستغل هالوقت أنمي الأسلوب الحياة الصحي، لأن سنين ما قدرت أني أنا أتبعه عشان الشغل. صحيح. والله كان يقولون قبل والله دوامي يخلص متأخر، أرد البيت أبقى أريح، بعدها أبقى أقعد، بعدها أبقى أطلع. الحين هذا كله الأعذار كانت موجودة قبل، الحين مو موجودة. الحين قاعد أرجي في البيت من الصبح، ما في سواقة ساعات طويلة وتسير وترد، أنت الحين في البيت ممكن تستغل هالوقت أنك تنمي مثلا رياضة كل يوم. ناس وايدة ما كان عندها وقت تسوي رياضة قبل، تمشي حوالين، تمشي داخل البيت نص ساعة، تمارس رياضة من غير وجود أدوات، من غير تشتري جهاز رياضي، تنمي مهارات فيك أو في عيالك. هذا الوقت ممكن نستفيد منه نتعلم لغة جديدة، نتعلم مهارة جديدة، ممكن حتى نستفيد منه يعني نلحق دروس اليهال اللي طوفناها بسبب انشغالنا بالاعمال الفتره اللي طافت، نراجع معاهم، نشوف نقاط ضعف عيالنا حتى في الدراسه ونتابع معاهم. هذا الوقت عباره عن نعمه، لكن لازم الشخص يشوف ان هي نعمه، ان هو نعمه يقدر يستغلها. وقت ثمين. باكر ان شاء الله باذن واحد احد قريبا ان شاء الله بفضل بقدره رب العالمين ان شاء الله نزول ان شاء الله هالفتره ونرد لعملنا عادي وترد الدوامات عادي. فنقول اخ والله هذيك الفتره يمكن قاعد في البيت كان استغليتها مثلا اني امارس رياضه اكثر، اني مثلا انمي فيني موهبه، اني مثلا اتابع دروس عيالي افضل. الحين رديت لوتيره الدوام وما عندي وقت اشوف عيالي شو ذاكره وشو درسه وشو سوى. فهو ذا وقت ثمين ساعات. ونبغى نقول للناس ان وجودكم في المنزل مو بعذر عشان نسهر في الليل وننام لين الظهر، ترى هي مو مثل ما يقول مو اجازه. صحيح. اجازه كمفهوم اجازه، لا يا جماعه الخير، نحافظ على النوم، مواعيد النوم، ننام من وقت ونش من وقت. ممكن ما نش مثلا نفس يوم الدوام العادي، مثلا الطفل مثلا مو مثلا خمس الفجر مثلا، كان قبل عنده باص ما باص، بس ما يتم الطفل مثلا لو مثلا قاعد نايم للساعه 8 10 او 11 الظهر، او مثلا حد بالغ ما عنده دراسه للظهر نايم، ليش؟ والله ما في عمل، عمل بعد ما عندي وايد شغل في البيت. حافظوا على وتيره النوم الصحيح، ننام من وقت ونش من وقت، لان ان شاء الله هاي الفتره بتعدي. صحيح. لما نرد دواماتنا بتكون الناس تلاقي صعوبه كبيره ترد تنش مره ثانيه من الصبح، وتحس ان هيك تمت فتره راحه وايد طويله. فنبغى الناس تستغل هالوقت انها تحافظ، حتى لو كان النوم ماله
قبل ما كان منتظم. هاي فرصة، أنت بعيد عن توترات العمل، قاعد في البيت، استفيدوا تنظمون وتيرة النوم مالتكم، تنظمون أكلكم. قبل الناس لما كنا نقول لهم احرص أنك تتريق وتتغدى وتتعشى في أوقات متقاربة، يقولك والله دكتور أنا نش خمس الفير وأسير الدوام وأرد لما أوصل بيتي خمس العصر، متى بتريق متى بتغدى ماشي وقت. الحين هاي فرصتك أن أنت تنظم وجباتك، والمداخلة كانت من أخصائية التغذية قبل عن وجبة الريوق. الحين في البيت سووا ريوق، اقعدوا تريقوا، عوضوا جسمكم الشهور والسنوات اللي كانت أكلاتكم فيها كلها مثلا أكل على السريع، سندويشة في الدرب وانت ساير، الغداء في وقت والعشاء في وقت والريوق في وقت. هذا الحين هذا الوقت الثمين اللي انت تبني فيه دفاعات جسمك، تعوض مخزون جسمك عن الأيام اللي فاتت اللي انت ما كنت تاكل فيها بشكل سليم. إن يكون عندنا وقت ندخل الخضرة والفواكه في وجباتنا. قبل كنا شو نقول؟ والله ما عندي وقت أقص السلطة، أنا رحت متأخر ومستعجل وما أكل أي شيء في الدرب. ندخل السلطه، نقصف الفواكه وناكل ونعوض مخزونات الجسم. حتى اللي يبغى يوقف تدخين، قبل شو كانوا يقولون؟ والله مدخني، لا والله انا عندي وايد ستريس في الشغل، انا لازم ادخن وما عندي وقت. انا ما عندي دكتوره، ما عندي حتى مثلا اتابع، والله بحط اللزقه وبسوي. الحين هذا هو الوقت الثمين اللي انتوا عندكم. صح. عنده عاده سيئه، هاي فرصة يتخلص منها. أنت قاعد في البيت تعمل عن بعد، تكون توتر عندك وايد أقل من لو أنت في الدوام وعندك ربعك كلهم يدخنون، فتحس أن أنت ما تقدر توقف تدخين. حتى في البيت تخلص من هالعادة تدريجيا، خلاص زملاء العمل كنت تدخن معاهم في البريك، كل واحد موجود معزول في بيته. صحيح. لو شفنا أستاذ عبدالله ترى فيه وايد جهات جوانب إيجابية لهذا الوقت اللي احنا قاعدين فيه في البيت. وأنا دائما أقول يعني هذا الوقت اللي عند شريحة كبيرة من الناس لازم يستغلونه. يعني ما شاء الله احنا الناس اللي على خطوط الدفاع الأمامية مواصلة الليل بالنهار وتشتغل، وانتو عندك نعمة هذا الوقت فاستفيد منها، اللي هي فعلا نعمة كبيرة. واحنا نقرر هل نستفيد منها بشكل إيجابي ولا راح يتم بس اتشكى واقول والله لا ملا شو نسوي ونروح. الاستمتاع بالحياة وبالوقت مو معناها مو لازم طلعة، ما نصير اطلع واحوط عشان والله انا استمتعت بوقتي. صحيح. لا، الاستمتاع بالوقت انت تقرر، لو تقعد في البيت عشر أيام أو تطلع برا عشر أيام، أنت تقرر كيف ستستمتع بوقتك بالأنشطة، بالحوار، تواصل مع أحبائك وزملائك عن طريق وسائل التواصل، البرامج المختلفة الموجودة، تواصل معهم، كن على اتصال معهم، خذ أخبارهم، سولفوا، تحسون بعدها فيه يعني علاقات اجتماعية موجودة. صح مرة بنقعد مع بعض، لكن التواصل الاجتماعي بعده موجود، وما شاء الله ما شاء الله الحمد لله احنا في زمن لو شفنا بعد واحدة من النعم الاخرى، احنا في زمن صحيح الكورونا وبعدنا عن بعض، لكن ما شاء الله تطبيقات التواصل مكثرة بالفيديو بالصوت، وتحس ان الشخص هذا قاعد احذالك. صح. فتواصل مع امنا، مع ابونا، مع اخواتنا، مع ربعنا، مع كله، تحس كنا قاعد احذالك. يعني ما شاء الله حسنا جودة الصوت والفيديو، فما في قال وهان مثل الكلام كان مسوي قبل 10 سنوات، فعلا بيسوي عزلة، لأن ما قبل 10 سنوات حتى يمكن ما كان في موبايلات وايد، ما كان في وسائل تواصل هذه. فنستفيد من هذا الوقت يا جماعة الخير، ما ننظر للناحية السلبية، دائما انظروا للناحية الإيجابية. هو كأس، نشوف نصف الكأس الممتلي ونصف الكأس الفاضي، هو خيار شخصي. ورد أقول هذا الوقت ترى نعمة. نعم، مثل ما ذكرتي دكتورة بأن يعني أهم شيء أن الإنسان يأخذ الموضوع هذا من الجانب الإيجابي. مجرد ما يأخذ الموضوع من الجانب الإيجابي، كل اللي تطرقتي فيه دكتورة واللي تكلمتي فيه خلاص بيصبح الموضوع هذا كله إيجابية. وأهم نقطة أني أنا أحب أضيفها اليوم أيضا دكتورة، أن هذا اليوم أصبح نداء يعني وطني، فلا بد أن احنا ناخذ مواطنين ومقيمين على دولة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يعني خلك في البيت اليوم، هذا نداء وطني. ومثل ما ذكرتي وجودنا نحن في البيت معناته أن نحن سبب لنجاح فرق العمل اللي موجود اللي تعمل 24 ساعة. دكتورة أيضا يعني جانب مهم أيضا اللي هو بخصوص تناول الأدوية في موعدها. مثل ما تعرفين أن نحن اليوم يعني عندنا ناس ومصابين يعني بأمراض مزمنة، سواء السكري ولا القلب وأمراض أخرى. تحدثينا عن يعني وجودهم في البيت ويعني اهتمامهم بتناول الأدوية هاي بشكل يعني منتظم. طبعا التزام بأخذ الدواء مهما كان هذا الدواء اللي انت تأخذه، خصوصا الأمراض المزمنة، شيء أساسي. أنا أتوقع أن جلوسنا في المنزل وحتى جلوس عيالنا في المنزل فرصة أكثر حتى أن احنا نهتم ونتابع
اخذ لو عندنا حد من كبار المواطنين في البيت نتابع معاه انه ياخذ ادويته على الوقت، ننتبه انه ياخذ الطريقه الصحيحه، ياخذها على الوقت او لا. انا اشجع الكل اذا اي حد عنده مرض مزمن وياخذ ادويه بشكل مستمر حتى تابعوا وانتبهوا متى بتخلصوا الأدوية عنكم. طبعا مع الضغط الحين إن الواحد ما يصير العيادات، وما شاء الله هيئة الصحة موفرة توصيل الأدوية للمنازل، فأكيد فيكون ضغط حتى على طلبات توصيل الأدوية، فدائما استبقوا مثلا قبل ما يخلصوا بأسبوع بعشرة أيام تواصلوا واطلبوا توصيل الأدوية لكم إذا عندكم حد كبير في السن أو ياخذ أدوية بشكل متكرر أو حق شيء مزمن، تواصلوا قبل واطلبوا ترتيب لتوصيل الأدوية لكم في البيت. طبعا انا احب اشدد على موضوع ان احنا بالنسبه لكبار السن اللي عندنا في البيت، قبل كانت المشكله عندنا دائما ان ما في عندهم حد يتابع معاهم اخذ ادويتهم، ان اخذها على الوقت ما اخذها على الوقت. فالحين الو دكتوره، هلا. نعم سوري اختفى عني الصوت. نعم. فكرت ان انقطع الصوت دكتورة، بس عندنا دقيقة ونحب يعني تعطينا آخر نصيحة لمستمعينا عن الموضوع اللي تكلمنا فيه، وبالأخص يعني وجود أو البقاء في المنزل. ممتاز. آخر نصيحة لكم يا جماعة، مثل ما تفضل أخوي عبد الله، أن جلوسكم في المنزل هو تكملة لجهود كل الفرق الواقفة على خط الدفاع الأمامي، دوركم ما يقل أهمية عن دورنا، فيرجى الالتزام بكل إرشادات الحكومة وكل التعليمات وكل الإرشادات. ورد يعني أكد عليكم فيروس كورونا 80% من الحالات الأعراض عندهم تكون جدا بسيطة، فلا تخافون ولا تحاتون، وإن شاء الله فترة وراح تعدي، ودائما ننظر الأمور بطريقة إيجابية. دكتورة ندى الملا، مدير مركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي، وكان حديثنا معها عن كورونا وإرشادات وقائية مهمة في المنزل. دكتورة شكرا لك وشكرا لمعلوماتك وما قصرتي. شكرا لكم، نهاركم سعيد. الله يبارك فيك. مستمعينا الأعزاء، مثل ما تحدثنا اليوم في مواضيعنا بأن الرجاء الاهتمام بالسلوكيات الغذائية السليمة في البيت، وجبة الإفطار، وأيضا مثل ما ذكرت الدكتورة ندى الملا بأن وجودنا أيضا في البيت هو يعني سبب رئيسي لنجاح عمل الكثير من الفرق اللي تشتغل 24 ساعة لسلامتكم ولصحتكم. ومثل ما ذكرت أنه لابد أن نحن ناخذ موضوع يعني خلك في البيت، أنه يعني نداء وطني وعلى الجميع الالتزام. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لفريق العمل في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، ومخرجنا المبدع المتألق الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.